بيكم. قصة النهاردة هتكون عن اختفاء 3 أطفال عايشين بأمريكا، بالتحديد ولاية ميتشيغان، والمصادر هتكون في صندوق الوصف. بدأت العلاقة لما تعرف جون سكيلتون على تانيا زوفورز، وحصلت بينهم علاقة وأنجبوا طفلهم الأول سنة 2001. الطفل اسمه تانر، وفي 2002 اتجوزوا وعاشوا علاقة رسمية، وعاشوا في بيت موجود بمنطقة اسمها مورنسي بولاية ميتشيغان. وفي 2003 خلفوا طفلهم الثاني أندرو. أما الطفل الثالث ألكساندر اتولد في 2005. كانوا عايشين حياة طبيعية جدا، كان الأطفال محبوبين من كل الناس اللي حواليهم ومن أسرتهم طبعا، وكانوا كلهم نشاط وحيوية وبيملوا كل المكان بهجة وسرور. كان الأب جون سكيلتون بيشتغل على شاحنة كبيرة، لكن للأسف فقد شغله وأصبح بيعاني من مشاكل مادية. أما تانية ما كانتش بتشتغل، وكانت بتفضل تاخد بالها من أولادها، لكن في نفس الوقت كانت بتدرس علشان بتفكر في مستقبل آمن لأولادها وتفكر في مستقبل وظيفي أفضل. تانية كانت بتعاني من جون بسبب أنه فقد شغله وبطل يصرف على البيت والأولاد، لكن كانت بتقول أنه دايما عنده فلوس للخمرة والسجاير، وأنه كان أناني بشكل ملحوظ جدا وبيفكر في نفسه وما بيفكرش في أسرته. تانيا كمان قالت ان كان في حياتها غلطة جنائية بسبب اعتدائها على صبية عمره 14 سنة، وتحكم عليها كمذنبة بسبب الغلطة دي، وانها قالت لزوجها جون على تفاصيل الماضي ده كله قبل جوازهم، وقالت له انها ما كانتش ملاك ولا كانت شخصية ممتازة، فهي زي اي حد من البشر ممكن تغلط. مع ذلك جون سكيلتون تمم جوازه منها واصبح الزواج رسمي، وما وضحش انه تاريخها هيأثر على جوازهم، فكان متقبلها بتاريخها. فهي كانت متخيلة ان زواجهم كان سعيد وان جون راضي على حياتهم الزوجية. وفي يوم جون قال لتانيا انه نفسه يرجع لفلوريدا ويعيش فيها، وانهم يسيبوا بيتهم الموجود في مورنسي بميتشيغان علشان يكمل دراسته ويبدأ حياة جديدة، وان بالطريقة دي هتكون حياتهم افضل وحيلاقي شغل احسن وكمان اولاد ويتعرفوا على اهله اللي عايشين في فلوريدا. لكن تانيا كانت رفض الفكرة دي تماما، وده بسبب ان اصحابها كلهم كانوا في مورنسي واهلها وكمان اصحاب اولادها هناك ومدرستهم، وانها بتكره جو فلوريدا الحر. وفوق كل ده هي مش متأكدة ان الدولة هتسمح لها بانها تتنقل لولاية تانية علشان تاريخها الجنائي. وبالفعل تانية قدمت لاولادها في المدرسة الموجودة بمورنسي، وتاني يوم دراسي والاولاد في المدرسة جبت اتصال تليفوني من مدرسة الأولاد لتانيا. اتصلت سكرتيرة المدرسة بتانيا وقالت لها إن والد الأطفال وباباه اللي هو جدهم جم المدرسة وأخدوا الأولاد في نص اليوم الدراسي، وقال لهم إن الأولاد رايحين أجازة لفلوريدا. وهنا تانيا حست إن الموضوع مش طبيعي، خافت جدا وقلقت، وبسرعة اتصلت بأصحابها اللي قاموا بتبليغ البوليس وبدأ التحقيق على أساس إن الأب أخد الأولاد بدون علم أمهم. كان المحقق اللي ماسك القضية دي اسمه لاري وي، واللي اتصل بجون وسأله ليه أخدت الأولاد، قال له إن هو عايز يشوف أهله وإنه عايز الأولاد يشوفوا أهلهم الموجودين في فلوريدا ويتمتعوا بأجازة على شواطئ فلوريدا. الغريب إنه لما البوليس اتصل بيه شاف موقع اتصاله إنه لسه جوه ميتشيغان وإنه لسه ما راحش فلوريدا، لكن جون ما انكرش وقال ان هو فعلا عنده خطة انه يسافر مع اولاده لمدة 3 أو 4 أسابيع لولاية فلوريدا علشان يقضي اجازته مع اولاده. لكن الغريب ان الاجازة دي كانت في اول 4 أسابيع من الدراسة، يعني كان شيء غريب جدا انه يطلب طلب زي ده. ومحامي تانية اقترح عليها ان هي علشان ترجع الاولاد لحضانتها مفيش غير حل واحد، وهو الانفصال الرسمي او الطلاق. وبالفعل تم الطلاق من جون سكيلتون. بكت الام بحرقه وقالت انها ما كانتش تعرف انها بتودع اولادها، وان دي اخر مره كانت هتشوفهم فيها، وان قلبها اتكسر. تم القبض على الاب وسؤاله عن الاولاد اللي اختفوا محدش عارف هما فين، والاب كان جوابه ان الاولاد مع مجموعه من الناس علشان تحميهم. وطبعا دي اجابه غريبه وغامضه جدا، والمجموعه اللي بيقول عليها دي محدش عارف هما مين لحد دلوقتي، والبوليس لاحظ ان كلامه كمان بيتغير كل شويه. حد شاف الاولاد هو باباهم جون سكيلتون؟ لكن تعالوا نلاحظ هو قال ايه لما سألوا البوليس. هو قال انه اداهم لمجموعه من الناس علشان تحميهم. يا ترى تحميهم من مين؟ تحميهم من امهم.
وده لأن تاريخ الجنائي في قضية لمذنبة فيها وكانت أذت فيها طفل صغير عمره 14 سنة، وأنه خايف على مصير أولاده أنهم يلاقوا نفس مصير الطفل ده في يوم من الأيام من نفس المذنبة. وكان على حسب ادعائه أنه هو ده السبب اللي خلاه يبعد الأولاد عن أمهم بالرغم أنه كان عارف عنها كل حاجة قبل جوازهم. طبعا المتهم الوحيد في القضية هو الأب، والسؤال اللي حير كل الناس الأولاد فين، خصوصا لما كان آخر بوست للأب على صفحته على الفيسبوك بيقول فيه أنا بحب زوجتي جدا وبسأل ربي وزوجتي يسامحوني. الأم تانية كانت بتحاول تتماسك وكان جواها شعور أن الأولاد بخير وأن في يوم من الأيام هتلاقيهم، وكانت بتحاول تتماسك وهي متألمة. قالت أن الأولاد عمرها ما هتفكر تأذيهم أبدا، وإذا كانت غلطت في شبابها فهي بتقول أنها أخذت جزائها وأنها كانت طايشة، والبوليس حقق في تفاصيل حياتها وكل اللي بيخصها هي وأولادها، وأنه إذا البوليس اكتشف أي غلط أو أي تعنيف للأولاد فقالت لهم بكل اختصار فاقتلوني، اقتلوني لو اكتشفتوا أي شيء يضر أولادي أنا بعمله. لازلت التحقيقات مستمرة، والFBI استمرت في البحث وكثفت البحث على نطاق واسع في أماكن متعددة على أساس أن الأولاد دول أحياء أو للأسف على أساس أنهم أموات، وكان لازم يتفتش على الأولاد دول في أماكن مختلفة، وده طبعا بناء على الإشارات اللي جاية من تليفون جون سكيلتون. تاني يوم أخذ الأولاد تليفونه، جت منه إشارة بتبين إن هو متواجد في ولاية أوهايو اللي بتبعد عن بيته 3 أميال من ميتشيغان، وفي منطقة بالتحديد اسمها هوليداي سيتي. لكن المشكلة إن تليفونه اتقفل على حوالي الساعة 5، والساعة 6:45 جت إشارة تانية إن تليفونه اتفتح في بيته الموجود على بعد نص ساعة من هوليداي سيتي. هنا هنلاحظ ان في وقت اضافي ما بين الساعة 5 للساعة 6:45، مع العلم ان المسافة بين المكان اللي فصل فيه التليفون وبيته اللي هناك في المنطقة نص ساعة بس، فكان في وقت مش عارفين هو كان فين والاولاد كانوا معاه، وفي الوقت ده كان يوم الجمعة اللي بيسبق او اللي بيسموه بلاك فرايداي واللي هو بيسبق عيد الشكر عندهم. كان لازم البوليس يركز على كلمة جروب أو مجموعة، لأن الأب قال إنه ودى أطفاله أو أولاده عند مجموعة من الناس، فكانت الكلمة دي أقرب لمجموعة من الناس مشهورين في أمريكا بيعيشوا بشكل مختلف عن الأمريكان واسمهم الأمش. مين هم الأمش؟ أعتقد إني لازم أعمل لكم فيديو علشان أوضح لكم بالتحديد مين هم الأمش وإزاي حياتهم مختلفة وإزاي بيعيشوا كمجموعات في داخل أماكن معينة زي مثلا بنسلفانيا اوهايو ميتشيغان، يعني قريبين من اماكن مشكوك فيها في قضية الاولاد الثلاثة. والسؤال هل فعلا ممكن يكون الاولاد عند اسرة من اسر الامش؟ ابتدى الاعلام يصور في مناطق الامش ويسأل، لكن محدش وصل لاي حاجة وفضل اللغز اصعب من الاول. لكن جه اتصال من شرطة مازولا وهي مدينة مجاورة، اتصلت بشرطة ميتشيغان عشان تبلغهم انه تم العثور على عظام لثلاث جثث ما بين اعمار 2 ل10 سنوات، وده تم العثور عليهم في منزل هناك بمكان معين او في مخزن او في غرفة صغيرة تابعة للبيت ده. لكن نتائج الدي ان ايه لسه متعرفتش، وان الشرطة هتفضل على تواصل لحد ظهور النتيجة. والام فضلت بقلب مكسور وعندها امل انها هتشوف اولادها في يوم من الايام. حتى ابو جون سكيلتون وامه كانوا حزانة جدا ومعندهمش اي فكرة عن اماكن او تواجد الاولاد. دي صورة تخيلية لتانر اللي كان عمره 9 سنين سنة 2010 وقت ما اختفى، واللي المفروض دلوقتي يكون عمره 19 سنة. ودي صورة تخيلية لأندرو الطفل المولود 2003 واللي المفروض يكون عمره دلوقتي 17 سنة. أما دي فدي صورة تخيلية لألكسندر الطفل اللي اتولد سنة 2005 واللي المفروض عمره دلوقتي يكون 15 سنة. اللغز ده لحد النهاردة محير الناس كلها، ولحد النهاردة ما تحلش، والقضية مصنفة بأنها قضية لم يتم حلها، والقضية لسه مفتوحة، والأولاد مش عارفين إذا كانوا أحياء أو أموات، ويا ترى هم عايشين عند حد او لا، ممكن يكون حصل لهم ايه. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات عن رايكم في القضيه دي، ويا ترى ممكن يكون الاولاد فين. في نهايه الفيديو بشكركم على حسن متابعتكم، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.